قرار النادي الاهلي بالجزيره فعاليات الجمعيه العموميه للتصويت على لائحه النظام الاساسي بالنادي الاهلي. بينضم لنا في هذه الاثناء الكابتن احمد ناجي نجم النادي الاهلي والمدير مدرب حراس المرمى بالمنتخب المصري. كابتن احمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي على مدار تاريخه في ايام تاريخيه بيظهر فيها معدن الجمهور، بيظهر فيها معدن مجلس الاداره، بيظهر فيها معدن اللاعب. النهارده يوم بيظهر فيه معدن اعضاء الجمعيه العموميه. حرص حضرتك على الحضور في هذا اليوم. الاول بسلم على الكابتن احمد بلال وعلى امير، وطبعا وجودنا النهارده يعني واجب علينا كاعضاء الجمعيه العموميه، وانا شايف ما شاء الله كثافه في الحضور مش طبيعيه. طبعا شيء حضاري وفي رقي، لان لائحه النادي الاهلي لازم يمشي باللائحه اللي هو شايف ان هي تناسب اعضائه وتناسب جماهيره العريضه في كل مكان. وانا طبعا مبسوط جدا ان يعني ان شاء الله اللائحه تكتمل ويكتمل الحضور وتقر الجمعيه العموميه ان شاء الله اللائحه باذن الله. كابتن احمد، شفت حاله الحراك المجتمعي اللي عملها النادي الاهلي ومخبط كل الاطياف واللجنه الاولمبيه؟ النادي الاهلي طرق كل الابواب وشارك الجميع، ادى فرصه للجميع ان هو يشارك. اكيد الامر دوت لسه يعني جديد، اول مره نشوفه لاي نادي في مصر، امر يدعو للفخر بالنادي الاهلي. ده طبعا، لانه يعني النادي الاهلي دايما بيبقى سباق بكل حاجه بتحصل في الرياضه المصريه، وده نوع من انواع يعني استشعار اراء الاعضاء، اراء المثقفين، اراء الفنانين، اراء كل اطياف المجتمع المصري، عشان في الاخر تطلع لائحه موافق عليها كل الناس. وده طبعا شيء حضاري جدا جدا. ببارك للكابتن محمود الخطيب والمجلس الاداره على التصرف الرائع منهم في استشعار اراء كل المهتمين بالرياضه في مصر. كابتن احمد، كان هناك بعض البنود اللي والمواد اللي كان عليها اختلاف تم تعديلها، شفت ازاي استجابه اعضاء مجلس الاداره ولجنه صياغه اللائحه لنبض البيت الاهلاوي؟ وانا باصر على البيت الاهلاوي استجابتهم لتعديل هذه البنود في امر يدعو للفخر وحاله المشاركه اللي ما بين الاعضاء واعضاء الجمعيه العموميه. ما هو ده الديمقراطيه الصح، الديمقراطيه الحقيقيه، ان انا ما بقاش عندي استبداد بالراي، او ان انا اشوف ان رايي يكون هو افضل راي. بالعكس، بشرك معايا كل الناس، وده اللي حصل في اللائحه. وان شاء الله يعني تبقى هي دي لائحه النادي الاهلي اللي اشترك فيها كل الاطياف وكل الانواع وكل المهتمين بالرياضه في مصر، وتقر ان شاء الله وتبقى هي دي لائحه النادي الاهلي ان شاء الله. احمد، عايز اخد حضرتك نقطه مهمه جدا. كواحد من ابناء النادي الاهلي وكنت فتره طويله داخل النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي دايما ما بيقولش انا في النادي، انا في البيت الكبير، بيت النادي الاهلي. احساس البيت، احساس الوطن، النادي الاهلي جزء من الوطن، وايضا النادي الاهلي وطن لابنائه. احنا في النادي الاهلي فعلا بنحس بالاحساس ده، احساس البيت، البيت الكبير كمان مش البيت الصغير، لانه احنا هنا تربينا وهنا اتنشأنا وهنا كبرنا وهنا بقالنا اسم وهنا بقالنا شكل وهنا بقالنا مضمون، زي بالبلدي كده لحم كتفنا من خير النادي الاهلي. فان شاء الله النادي الاهلي يكون دايما في المقدمه ودايما رائد في كل المجالات، ودايما نكون احنا سباقين في كل حاجه. كابتن احمد، رسالتك الاخيره اللي تقولها لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي ينزل يشارك في هذا اليوم التاريخي، تقول لهم ايه؟ اللي لسه ما نزلش ينزل، لسه في عندنا للساعه 7. كل الناس تيجي، وكلنا مستنيين، كل نجوم النادي الاهلي مستنيه الاعضاء في الخيمه ان شاء الله. كابتن احمد، بنشكر حضرتك ونتمنالكم التوفيق ان شاء الله في مهمه المنتخب المصري باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا زميلي امير، ده كان لقائنا مع الكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري. بعد لحظات هيكون معنا لقاء مع الزميل احمد كوان، هيكون يستضيف الاستاذ والمحامي الكبير الاستاذ رجائي عطيه. اليك الكلمه زميلي امير هشام.